السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة فني وحس. معاكم مها صبري، والنهاردة زي ما وعدتكم هنبدأ نكمل البلوزة. هنبدأ نشبك في الجزئية دي عشان تعملوا الزاوية، يعني شمال ويمين زي ما علمتكم قبل كده، بس هأكد على المعلومة وهعمل لكم الجزء المثلث ده وبعدين نقفل. زي ما اتعودنا في كل التشبيك ان انا بعمل الوحدة التانية اللي هشبكها، بعمل واجي في اخر سطر هبدأ التشبيك. انا كده في عملت السطرين الاولانيين، هاخد سلسلة وهعمل عمود في الفراغ اللي بعديها، واعمل سلسلة وهعمل عمود، وهعمل سلسلة وهعمل كمان عمود. كده بقى عندي 3 عواميد، هاخد سلسلة وهاخد لفتين وهعمل عمود لفتين في نفس المكان. هبدأ من هنا التشبيك. هنشبك منين؟ من هنا اهو. هبدأ من اليمين للشمال، تمام؟ اهو من هنا كده هدخل الابرة من قدام من ورا لقدام، وهاخد الخيط ده كده، هاخد سلسلة وهعمل عمود في الوحدة اللي في ايدي، هاخد سلسلة وهعمل عمود كمان في الوحدة اللي في ايدي كده، تاني عمود هروح مدخلة فين؟ اهو العمود اللي في النص ده، سايب عمود بعد اللي احنا اشتغلناه، وهدخل في اللي في النص ده، هاخد الخيط اصحابه لورا كده، هاخد سلسلة وهعمل كمان عمود اهو، هاخد سلسلة وهعمل حشو في الفراغ اللي بعديها، هعمل 2 سلسلة وهدخل هعمل حشو في الفراغ في الزاوية اللي ورا دي، كده هعمل كمان 2 سلسلة وهعمل حشو في الفراغ اللي بعديها في اللي في ايدي كده، هعمل سلسلة وفي الفراغ اللي بعديها هعمل عمود، وهعمل سلسلة وهعمل كمان عمود، وهبدأ أشبك في الوحدة اهي. ادي اول عمود، دي اللي هي بتاعت القوس مالناش دعوة بيها. ادي اول عمود، في تاني عمود من فوق، هدخل الخيط من قدام لورا كده وهسحب الخيط كده، هاخد سلسلة وهعمل كمان عمود، هاخد سلسلة وهعمل 2 لفتين وهعمل عمود لفتين عشان اشبك الزاوية بين الاتنين. هي نفس الطريقة بس بتاخدي بالك بس انت بتشبكي فين وفين. هشبك هنا اهو كده في التجمع بتاع ال3 غرز اهو، 3 الوحدات قصدي، وهاخد الخيط اشده لورا، وهاخد سلسلة وهعمل عمود. نخلي بالنا بقى ان انا مش هكمل، لا انا خلي بالي هعمل كمان سلسلة وهعمل عمود، ان انا هشبك في الوحدة التانية. نخلي بالنا عشان كتير بننسى، وكتير بنشبك من النص وننسى احنا نبدأ من فين وننسى نعمل فين. وارد، فما فيش مشكلة، الدنيا ما تهدتش، نفك ونعمل تاني. انا دلوقتي اهي ده العمود اهو الاساسي، اسيب دي وامسك في دي من ورا اهي، هسحب الخيط كده، وهاخد سلسلة وهعمل عمود في نفس الفراغ، وهعمل سلسلة وهعمل حشو في الفراغ اللي بعده. هعمل 2 سلسلة وهشبك في القوس اللي بعديها دي اللي هي في التانية، هعمل 2 سلسلة
وهعمل حشو في القوس اللي بعديها عندي في اللي في ايدي، هعمل سلسلة وهعمل عمود في الفراغ اللي بعده اهي، هعمل سلسلة واعمل عمود في الفراغ نفسه، وهاجي اهي بقى هنا اهي دي بتاعت القوس مالناش دعوة بيها، هاخد اولا دي هسيبها وهاخد التانية دي، هعمل من ورا كده كده. هعمل سلسلة واعمل عمود، هعمل سلسلة واخد لفتين، اعمل عمود لفتين، ودي اخر جزئية هتشبك في الجزء ده. ادي العمود لفتين اهو، ادخل الابرة من ورا قدام واشد الخيط، هاخد سلسلة وهكمل التلات عواميد اللي انا متعودة اعملهم، واكمل بقية الوحدة عادي، هاخد بين سلسلة واعمل عمود واخد سلسلة واعمل كمان عمود واخد سلسلة. انا كده عملت ايه تلات عواميد، وهعمل حشو في اللي بعديها، وهعمل هكمل بقية الوحدة للاخر. انا كده اهي اهي دي الوحدة اللي انا بشبكها اهي، شبكتها من الناحيتين، وهخلص الوحدة دي وهوريكم ازاي نعمل الزاوية في مثلث هنا. تمام، هبدأ في عمل الجزء المثلث اللي هي بتاعت الزاوية عشان تعملي كأنها حردة. هعمل لفة برضو سحرية، والمرة دي هعمل 6 عواميد بس، مش هعمل 12. تمام، هاخد سلسلة كده، ادي 1 2 3 4، هاخد لفة وهدخل هنا نفس اللي انا عملته، هاخد سلسلة عملت عمود، واخد سلسلة واعمل عمود، وهكملهم 6 عواميد. عملت 6 عواميد وهي كده، هعمل 4 سلسلة وكمان 2 سلسلة، وهلف الشغل كده، هاخد لفتين وهدخل في نفس قفلة العمود اللي انا قفلته ده، سوري انا اشتغلت بخيط اصفر، انا هشتغل بالخيط البينك. بعد ما عملت 6 عواميد انا شبكت الخيط التاني زي ما شبكته في اول وحدة في الوحدة الاساسية، وهسحب كده عشان يبقى معايا اللون التاني، هعمل 4 سلسلة، ادي 1 2 3 4، وهعمل كمان 2 سلسلة، هاخد لفتين وهلف الشغل وهدخل في مكان ما قفلت اول عمود، هاخد لفتين وادخل في نفس المكان، هقفل قفلتين بس كل عمود علشان انا هعمل 3 عواميد متجمعين من اعلى، هاخد لفتين وهدخل في نفس المكان هخرج، هاخد لفتين واطلع، هاخد لفتين واطلع من 2، معايا كده 4 لفات على الابرة، هاخدهم كلهم واقفلهم كده، هعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهاخد لفتين وفوق العمود اللي بعده، انا هشتغل فوق العواميد، كل عمود هشتغل فوقيه 3 عواميد مجمعين من اعلى مع بعضيهم، وكل عمود من الأعمدة عمود لفتين. كده واقفلهم سوا، واعمل 5 سلسلة وهكذا لغاية ما اخلص ال6 عواميد. عملت ال5 مجموعات، 1 2 3 4 5، وفي اخر مجموعة هعملها فوق السلسلة اللي انا كنت عاملاها، هفوت سلسلة منهم وهعمل فوق التانية كده، اللي هي اخر مجموعة معايا من ال3 عواميد لفتين مجمعين من اعلى. لو في حد مش واخد باله من الغرز، انت قبل ما تيجي تشتغلي
بتكوني واخده الغرز الاساسيه متعلماها في فيديوهات عاملاها في تعليم الغرز الاساسيه، تلاقيها في قوائم التشغيل في غرز كروشيه علشان تبقي ماشيه معايا صح. وهلمهم الثلاث عواميد كلهم كده. ايه انا دلوقتي في المرحلة دي في الدور ده هبدأ اشبك هنا على طول، هعمل 4 سلسلة بدل اول عمود لفتين، 4 سلسلة اهي هتبقى كده. هنا طبعا هتبقى مشبوكة كده تمام. يبقى هبدأ من هنا، عملت الـ4 سلسلة وهبدأ ادخل في التجمع ده، الابرة في التجمع ده كده، وهسحب الخيط كده وهعمل سلسلة، وفي الفراغ ده هعمل عمود سلسلة عمود سلسلة انا اشبك اصلا في الحكمة ايه دي. بعد ما عملت 4 سلسلة هبدأ اشبك، هلف الشغل كده وهبدأ اشبك من هنا، هدخل الإبرة هنا في التجمع ده اللي هو بين الوحدتين، وهسحب الخيط وهبدأ أعمل في نفس هسحب الخيط كده، هعمل سلسلة وفي نفس المكان اللي أنا خرجت منه هنا هعمل عمود، هعمل سلسلة وفي نفس المكان هعمل عمود. هبدأ أشبك، هسيب العمود ده وامسك في ده، ادخل الإبرة من قدام لورا كده وامسك كده اهو، واعمل سلسلة واعمل عمود في نفس المكان كده، وهعمل سلسلة وهعمل حشو في اول فراغ يقابلني، هعمل 2 سلسلة وهعمل حشو في القوس اللي في الوحدة اللي قصادي دي كده، هعمل 2 سلسلة وهعمل حشو في الفراغ اللي قصادي ده اللي في ايدي، هعمل سلسلة وفي الفراغ اللي بعده هعمل عمود سلسلة عمود في نفس الفراغ ملح معلش تفلت كده، هشبك اهو هسيب العمود الاولاني ده وهعمل في العمود التاني الابرة من قدام كده، وهاخد لفة السلسلة وهعمل كمان عمود، هاخد سلسلة واعمل عمود لفتين، هاخد لفتين على الابرة وهعمل عمود لفتين، هاجي في تجمع اهو ده هنا تجمع الـ3 وحدات هنا، وهسحب الخيط وهعمل سلسلة هعمل في نفس الفراغ اللي في ايدي هعمل عمود سلسلة وعمود تاني، وهشبك الوحدة التانية بنفس الطريقة اهو، هاجي في العمود اللي في النص ده واسحب الخيط وهعمل سلسلة وعمود في نفس المكان واعمل سلسلة وحشو هنا في الفراغ اللي بعده، هعمل 2 سلسلة
وهعمل حشو في القوس اللي ورا، هعمل 2 سلسلة وهعمل حشو اهو ثواني في الفراغ اللي بعده كده، هعمل سلسلة وهاجي فوق هنا اهو في الجزئية اللي هي 2 سلسلة اللي انا كنت سايباهم هنا. انا مش عارفة كنت عاملها هنا 4 سلسلة وبعدين 2 سلسلة اللي هما 6 يعني. هاخد في الفراغ ده كده وهعمل عمود سلسلة عمود وهشبك اهو العمود الوسطاني ده كده، وهعمل سلسلة وهاخد لفتين وادخل في نفس الفراغ اعمل عمود لفتين وهاجي اهي في الزاوية دي كده واسحب واخد لفة خلاص كده اهي. هقص الخيط دي علشان تعمل لي ايه الزاوية، هوريها لكم دلوقتي بقى ايه كده. دي الجزئية دي طبعا دي الكتف فوق، دي الجزء اللي من قدام، دي الحردة بتاعت الباط يبقى ايه عشان تعمل تحت الدراع، ودي الجزئية من قدام عشان تبقى واخدها كيرف مثلث كده مش تبقى مربعة دي كده عشان تبقى مريحة معانا في اللبس. هكمل الجزء القصاد ده وهشرح لكم انا عملت كام عمود ولمقاس قد ايه. هنا حبيباتي انا بعد ما عملت الوحدات انا عملت كده الوش بس ما عملتش الظهر لسه، عايزه اكملي الظهر وحدات كملي مش عايزه، انا هوريكي طريقه تانية دلوقتي للظهر تمام. بس انا عملت الوحدات كده، انا هفردها دلوقتي على الترابيزه علشان اوضح لكم انا عملت كام طول وكام عرض. انا فردته لكم على الترابيزة هنا، انا اشتغلت 4 وحدات طول وستة عرض تمام. والجزئية اللي فوق بتاعت الصدر فوق والكتف هنا عملت، انا دلوقتي عاملة مستطيل 4 وحدات في 6 وحدات تمام. هنا زودت عملت 3 وحدات فوق وهنا 3 وحدات، وهنا عملت اللي هي النص مربع اللي هي السبعة دي عشان تبقى عاملة 7 من قدام. بعد ما نخلص خالص هعمل هنا كرسة حشو وهعمل فستونات عشان تديها منظر. دلوقتي انا عايزة اقفلها، بس انا مش هقفلها وحدات من ورا، ممكن تكملها وحدات من ورا عادي، يعني انتي اللي عايزة تكمليها وحدات من ورا. انا كده دي جايبة الوش ودي الحردة بتاعت تحت البول، انا هتنيها قدام كده ده. وهعمل هشتغل من هنا لهنا، هعمل سطر كده وهعمل غرزة صدفة لغاية فوق تمام. انت بقى هتلفي يعني هتعملي المقاس بتاعك زي ما انت عايزه، يعني انا دلوقتي عملت المستطيل ده كده تمام، وصلي من الجنب للجنب خلاص، انت هتلفيه حوالي على جسمك او على اللي هتقيسي عليه، وهتشوفي انت عايزه تعملي هتتني كده يعني هتشوفي المساحه دي انت عايزاها قد ايه. يعني انا دلوقتي مش هقدر احدد لك مساحه، انا هقيسها على مقاسي انا، فانا هقول لك الغرزه تتعمل ازاي هنا وانت تقدري تكملي بقى ايه بالمقاس اللي انت عايزاه، كبري صغري. عايزه تكمليها وحدات كمليها وحدات، هتبقى لذيذه جدا برضو تمام. انا هاجي في حرف الخيط هعمل عقده كده وهشبك في حرف الشغل ده في الزاوية اللي هي عمود بلفتين، هشبك الخيط، هعمل سلسلة، هعمل سلسلة طويلة بطول اللي انا عايزاه، يعني انا هلف بقى ده حوالين حواليني واشوف السلسله خلاص هي كده قفلت تمام مريحاني، هبتدي اشتغل على كده. عملت السلسله ولفتها حواليا، انا حطيت
حطيت التوب ولفيت السلسلة كده عشان يبقى المقاس، او هاتي بلوزة وقيسي عليها وهشبكها هنا في الزاوية اللي هي مكونة من عمود عمود بلفتين، هشبكها هنا بغرزة سلسلة منزلقة، سوري مين الغرز اللي انا قلتها دي، ايه تمام. هنا في عندي اهي سلسلة وادي عمود سلسلة، ادي كده تلاتة، هخش في تاني عمود بعديها اعمل اول، ادي واحد منزلقة فوق السلسلة، منزلقة فوق العمود، منزلقة فوق السلسلة العمود التاني، وهلف الشغل بتاعي كده تمام. هرجع بقى على السلسلة تمام، هعمل سلسلة واحدة وهاخد لفة، هفوت من تحت سلسلتين، وفي السلسلة التالتة هعمل تلات عواميد في نفس السلسلة. هعمل سلسلتين وهعمل تلات عواميد في نفس السلسلة، على حسب بقى انت عاملة كام واحدة. تمام، هعمل سلسلتين، دي واحد اتنين، وهاخد لفة وهسيب من تحت تلات، واحد اهي، واحد اتنين تلاتة، وهخش في الرابعة، هسيب تلات سلاسل وخش في الرابعة، هعمل عمود، هاخد سلسلتين وهفوت اربع تلات سلاسل من تحت، دي واحد اتنين تلاتة، وهخش في الرابعة وهعمل صدفة، ادي عمود التاني في نفس المكان، التالت احنا في اول صف بس هنعد وبعد كده مش هنعد، التالت هعمل سلسلتين وهعمل تلات عواميد في نفس ال، عملت تلات عواميد تاني، هعمل سلسلتين وهفوت من تحت واحد اتنين تلاتة، وهخش في الرابعة اعمل عمود، هعمل سلسلتين وهفوت تلات سلاسل من تحت، وهخش في الرابعة واعمل صدفة، وهكمل لغاية ما اخلص كل السلاسل اللي انا عملتها. طبعا انت على حسب ما اشتغلتي، في حل تاني ان انت تروحي عاملة عامله الوش زي الظهر زي الوش، هتعمليه وحدات وخلاص، وممكن تعملي بلوزه اصلا الغرزه اللي هي اللي ورا دي تعمليها هي البلوزه اساسا تمام. فادي عندك بلوزتين في بلوزه واحده، ممكن تعكسي على فكره وانت بتلبسيها، تلبسي الوش الظهر والظهر وش، فيبقى عندك بلوزتين. عملت الصدفه وهكمل لاخر السطر، احنا في اول سطر بس هنعد بعد كده مفيش عد. وصلت لاخر السطر وهشبك ايا كان بقى، انت خلصتي بصدفة او خلصتي بالجزئية دي، شوفي انت اللي هيخلص معاك انت السلسلة حسب مقاسك تمام. هفوت انا اول عمود اللي انا شابكة فيه، هفوت تاني عمود، وفي تالت عمود هعمل غرزة منزلقة تمام. هعمل منزلقة فوق السلسلة اللي بعديه، وفوق العمود اللي بعديه منزلقة كمان، وفوق السلسلة اللي بعديه هعمل منزلقة. هعمل سلسلة عشان انا عاملة هنا سلسلة، وهعمل كل يعني فوق العمود هعمل عمود، وفوق الصدفة هعمل صدفة، ده الاخر الشغل فوق. وبعد كده هشبك دلوقتي انا في عندي عمود اهو، هعمل فوقيه عمود،
عمود فوق العمود هعمل سلسلتين وصدفها جوه الصدفة. ثلاث عواميد سلسلتين ثلاث عواميد في نفس الفراغ، دي الصدفة. الصدفة يعني عدد من العواميد بيتخللهم عدد من السلاسل ايا كان بقى العدد. كل مشروع او كل شغل ليه الصدفة بتاعته. هنعمل اتنين سلسلة وعمود فوق العمود، بس هنكمل كده لغاية آخر السطر، وبنفس الطريقة لغاية نهاية الشغل. واحد اتنين، وهعمل صدفة فوق الصدفة. تمام، اهي عمود فوق العمود وصدفة فوق الصدفة. واما باجي عند الحرف بفوت مسافة، قد مسافة العمود يعني مسافة ثلاث سلاسل، واروح قافلة زي كده بالظبط. تمام، هكمل الشغل انا في البلوزة لغاية ما توصل اللي هي عند حردة، عند الحردة دي. تمام، عند الحردة بتاعت الكتف انا هكمل لحد هنا اهو. اللي ورا ده بقى انا مخلص، هشبك دي في اللي ورا وهنقفلها بغرزة حشو كلها ونعمل فستونات. اخلص دي واوريكم الباقي. انا كملت السطور كلها، طلعوا معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 سطر. تمام، كل واحدة حسب الطول اللي هي عاملاه. 26 سطر دول طلعوا على الاربع وحدات طول. خلاص، زي ما انا فهمتكم ان احنا انا بعمل الصف وباجي بشبكه في الوحده، بفوت ثلاثه سلسله واروح شابكه الصف هنا، واعمل ثلاثه منزلقه على ثلاث سلاسل او ثلاث عواميد اللي هي ثلاث حاجات عندي، مش عارفه بقى الوحده عاملاها قد ايه، واروح بادئه السطر الثاني وهكذا، رايح جاي رايح جاي لغايه ما خلصت الجزئيه كلها لورا. تمام، ده بيطلع قصير كده تحت الوسط بشويه، بيتلبس على شميز، انا هوريكم لما اخلص ان شاء الله، عشان عايزه طويل عن كده تلبسيه لوحده وانت حره، فحسب احتياج كان وريتك التين في تعمليه. طلعوا معايا بالعرض 1 2 3 4 5 6 7 8 8 صدفات. تمام، 8 صدفات بالطول. انا هنا في الكم، الجزئيه بتاعه الكم انا هنا في عندي وحده كامله اهي، وسبت صدفه واحده بس من ورا وركبت كم. انا هاجي في الشمال هنا هركب لكم كم دلوقتي، هسيب صدفه واحده وهبتدي اركب الكم من جوه الصدفه الثانيه. هاجي دي الصدفه، دي ادي الوحده اهي، دي الصدفه الاولانيه، هاجي في الصدفه الثانيه وهدخل الابره. انا عقدت الخيط اهو زي عقده البدايه كده، وهسحبه من هنا وهعمل ثلاثه سلسله. ادي واحد اتنين تلاتة، هعمل باقي الصدفة عادي، هكمل الصدفة. عملت صدفة كاملة وهعمل اتنين سلسلة، وهعمل عمود فوق العمود، وهعمل اتنين سلسلة، وهعمل صدفة فوق الصدفة التانية. بس هما الصدفتين دول اللي انا هشتغل، وهكمل الصدفة وارجع لكم. عملت الصدفة التانية، هعمل تلاتة سلسلة، دي واحد اتنين تلاتة، وهلف الشغل وهشتغل نفس اللي انا عملته هنا. الدور ده هعمل صدفة وعمود واتنين سلسلة وعمود فوق العمود وبعدين صدفة. ادي صدفة واثنين سلسلة، هكمل الصدفة
2 سلسلة، وهعمل عمود فوق العمود واتنين سلسلة، وهعمل صدفة هنا وارجع لكم. خلصت اهي الجزئية دي، وهعمل 3 سلسلة، دي 1 2 3. هشبك السلسلة دي، هشبكها في اهي، هجيب بس ايه، نعمل العدلة كده، نخلي بالنا من العدلة عشان ما نعملهاش معوجة. اهي هي عدلتها كده، اهي هعدلها هنا كده. هشبكها فين؟ هلف الشغل طبعا. هشبكها في العمود اللي هو لفتين اللي انا كنت بشبك منه كده، هعمله بمنزلق. هاخد لفة وهدخل جوه الصدفة هنا، هعمل 3 عواميد. وهاجي هعمل، انا مش شابكه في العمود ده، هفوت العمود ده، وفي نص العمود هنا التاني ده هروح شبكه بمنزلقه، وهعمل سلسله، وهعمل 3 عواميد في نفس الفراغ اللي انا كنت عامل فيه 3 عواميد الاولانيين. تمام. هعمل كده، وهي الاول واضحه دي شبكه كده، هعمل سلسله وهشبك في القوس اللي ورا ده بغرزه حشو، وهاخد لفتين وهنزل فوق العمود ده اللي هو في النص ده، هعمل عمود بلفتين كده، هاخد لفه وهدخل جوه الصدفة، وهعمل 3 عواميد، كده هشبك في العمود التاني اهي، في اهي دي الشبكه الاولانيه، دي العمود الاولاني، العمود الثاني هشبك بمنزلقه واخد سلسله، وهعمل 3 عواميد في نفس المكان اللي انا عملت فيه الثلاث عواميد الاولانيين دي، 1 2 3. هعمل في العمود اللي هو لفتين اللي كنت بشبك منه في الوحدات ده، هعمل فيه منزلقه كده، وهاخد لفه وهدخل على حرف هنا اخر الصدف اللي فاتت، شايفين فين، وهعمل عمود، وبكده خلصت الجزئيه دي. هاخد لفه واقص الخيط وانضف كده، بقت البلوزه ايه، جاهزه عندي. بعد ما خلصنا الحمالات هنبدأ نبقى ننهي نفنشها عشان يبقى شكل جميل. هنعمل، هندخل في اي سلسلة اي مكان كده، اي سلسلة، وهاخد الخيط وهعمل غرزة، هعمل سلسلة واحدة وهعمل غرزة حشو دايما يدور الشغل كله، كل سلسلة تقابلني هدخل فيها وادخل واعمل حشو، كل سلسلة تقابلني هدخل فيها واعمل حشو كده، حشو اي سلسلة هدخل دايما يدور حوالين الشغل كله. انا ممكن اكتفي بكده، انا ممكن اكتفي بكده، بس انا عايز حابه ان انا اعملها فستونات من على الحرف تديها شكل مختلف، وهعملها داير ما يدور الشغل كله غرزه حشو بالطريقه دي. هكمل هلف في البلوزه داير داير كله، يعني من قدام كله كله داير كده 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 حواليها كلها، ومن عند الكم طبعا، من عند الحرده كده ومن تحت. تمام.
خلصت الديل كله اهو شكل الفستونات، خلصت الديل كله دايما يدور، وهكمل البلوزة كلها بالمنظر ده، وهلبسها او هحطها لكم على المانيكان عشان اوريكم الشكل النهائي ليها. انا خلصت غرزة حشو دايما يدور، جزئية اللي هي فوق اهي عند الصدر من قدام اهي، خلصت دايما يدور وورا غرزة الحشو. هبتدي اعمل فستانات بقى عشان انهي الشكل. انا عشان قطعت الخيط فانا هركب خيط تاني في اي غرزة حشو انت فيها، وهنبتدي نعمل الفستونة كده كده. هاخد لفة، انا في غرزة حشو اهي، هفوت ادي غرزة حشو اتنين التالتة، وهروح ادخل فيها وهعمل عمود هنا، وفي نفس غرزة الحشو دي هعمل كمان اربع عواميد، ادي واحد اتنين ادي التالت الرابع الخامس، اهو كده انا عملت خمس عواميد في قلب غرزة حشو. هفوت كمان غرزة، غرزة حشو بعديها واتنين، وهخش في قلب التالتة واعمل غرزة منزلقة. عملت غرزة منزلقة، هاخد لفة وهفوت ادي غرزة حشو ادي التانية، وهخش في التالتة، هعمل خمس عواميد في نفس غرزة الحشو دي، ادي عمود اتنين تلاتة أربعة خمسة كده، وهفوت ادي غرزة حشو اللي بعديها والتانية، وهدخل في التالتة وهعمل غرزة منزلقة. هعمل كده داير ما يدور الشغل كله. ده الشكل النهائي يا بنات للتوب، هو هتلبس على شميز ابيض كده. ده شكله من قدام، وهوريكم شكله من ورا، وده شكله من ورا. هو طالع موضه قوي الحركه دي، واصوركم وانا لابساه وهحطلكوا على الغلاف، ويا رب يكون عجبكم ويكون سهل عليكم. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.